حمامة القسطل. هناك بقمة القسطل وحيث المشهد الأكمل رأيت حمامة بيضاء لا أحلى ولا أجمل على زيتونة ناحت وقد قررت أن أسأل أيا أخت الحمام كفى لماذا الدمع كالجدول أجابت أنت لا تدري فمن الصدر كالمرجل ديار اليوم أرثيها وأندب حمضها الأول وأبكي من بها قلبوا تراب الأرض بالمعول ومن بذروا بها قمحا ومن حصدوه بالمنجل ومن وافى ليحميها من العادين واستبسل فقلت لها وماذا بعد ما المستقبل الأفضل فقالت إنني فيها وعنها لا ولن أرحل وعنها لا ولن أرحل.